سمو الشيوخ في هذا الموسم تذهب إلى هجن الرئاسة شوطنا القادم أيضا في منافسة وتحدي وإثارة. وأرحب بزميلي مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن مريك. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع من مارس عام 2017 في هذا الصباح، ومع هذا السنسن اللقايا مع هجن أصحاب السمو الشيوخ في أول لقاء رسمي لهذه الشعارات العملاقة، حيث تلتقي في هذا المهرجان الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه في هذا اللقاء المميز لهذه الأسماء في هذا المهرجان. تابعنا أول الأشواط الصباحية يذهب إلى هجن الرئاسة مع المضمر المجازف محمد بن زيتون المهيري مع متعبة التي انتزعت أول الأشواط الصباحية في هذا اللقاء الرسمي. ينطلق شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، طبعا شوط مهم، شوط أول خاص بالقعدان، تتواجد فيه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة هنا في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. نتابع أول الأسماء، الراوي اللي في المركز الأول هناك الذيب لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني هنا قماري على المركز الثاني لهجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكدوم ولي عهد دبي، يتابع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث يتواصل شعار الشحانية على المركز الثالث غير واضح هنا. عموما مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، اعتقد بان اسمه مفوض على المركز الثالث اذا كان رقم اثنين. المركز الرابع شايم لهجن العاصفة ويتابع غياث الهلالي. المركز الخامس شعار متعبة على المركز الخامس، بل من يتابع متعبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذا الحذر اللي يتواجد على المركز الخامس بشعار هجن الرئاسة. متابعينا الكرام، هذا نتيجة أولى ومبدئية لهذه الأسماء ونتيجة أيضا قوية وواضحة من خلال تواجد المؤسسات الثلاث، هنا الرئاسة، هنا الشحانية، هنا العاصفة، بالإضافة إلى شعارات مهمة تتواجد من هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المشاركين في هذا المهرجان الكبير والغالي، ختام الختاميات كما يقال، ختام كبير يحرص أصحاب السمو الشيوخ والسعادة بالمشاركة ما في هذا المهرجان الكبير. يا سلام، شعار الرئاسة يتصدر ويقود الأسماء في أول الأشواط، في أول الأشواط الأولى في صباح هذا اليوم، شوط خاص بالقعدان. يا سلام يا سلام، الذيب 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 على الكادر، على الكادر الفوقاني، على الكادر الفوقاني عبر شاشة قناة الريان الناقل الحصري، وهناك قناة ياس، قناة ناقلة أيضا، قناة دبي ريسنج، قناة الكاس، لا ننسى أيضا هذه القنوات المتابعة لهذه السباقات المهمة هنا في ميدان التحدي. إلى الذيب على المركز الأول لهجن الرئاسة ويضمر علي بن جميل الوهيبي، هنا تدخل من شعار الشحانية في هذا الموقف، هنا نفوض لهجن الشحانية يضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، شعار العاصفة يتدخل باسمين في هذه اللحظة مع قماري ومع شايم على المركز الثالث والرابع، يتابع هذين الاسمين، هنا غياث الهلالي. المركز الخامس شعار الرئاسة تدخل مع الحذر على المركز الخامس، يتابع الحذر محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام، مؤسسات عملاقة، لقاء مميز متابع خليجيا ودوليا وعالميا، كل من يعشق هذه الرياضة العربية الأصيلة يتابع هذه الانطلاقات وهذا اللقاء المميز. يا سلام
الهم. شوطنا الأول إلى أين سيذهب؟ شوطنا الرئيسي، العاصفة تتقدم، العاصفة تتقدم في هذه اللحظة مع جماري على المركز الأول بالشعار العاصفة يتابع ويضم رغياث الهلالي. المركز الثاني الحذر على المركز الثاني، شعار الرياسة يتدخل، الشحانية تقدم مفوض على المركز الثالث، على المركز الثالث بقيادة أحد خبراء التضمير هنا سلطان الوهيبي. المركز الرابع يا مكفي شعار الشحانية مع مكفي على المركز الرابع بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس أختم ندائي الأخير مع الشايم اللي يصل في المركز الخامس بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. إذن العاصفة تحكم قبضة المراكز الخمسة الأولى مع المركز الخامس شايم ومع المركز الأول جماري العاصفة. جماري العاصفة الشعار الخطير، الشعار المتابع، الشعار في هذا العالم الساحر، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. شعار العاصفة، الله، يصل شعار الشحانية مع مكفي على المركز الثاني بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. الله، اللحظات الأخيرة هنا، المنعطف الأخير، افتتحنا الكيلومتر الأخير. العاصفة على المركز الأول، العاصفة مع جماري العاصفة مع المركز الأول، مع المركز الأول المركز الثاني، مكفي لهجن الشحانية. المركز الثالث، اوه يا شايم على المركز الثالث بشعار العاصفة يتدخل في هذه اللحظة ويقدم اسم جديد، غياث الهلالي يقدم المركز الثالث شايم، ولكن جماري وشايم تهانينا لهجن العاصفة، تهنئة خاصة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مالكي هذا الشعار الملكي الكبير. تهنئة لغياث الهلالي من يتابع هذا الشعار، شعار العاصفة، تهانينا والناموس. فوز جماري وفوز شايم بالمركز الأول والثاني لهجن العاصفة. المركز الثالث مكفي لهجن الشحانية. المركز الرابع الحذر لهجن الرئاسة. المركز الخامس مدوس لهجن الشحانية. متابعينا الكرام، هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى. هناك خمسة مراكز أخرى أيضا في هذا الشوط تعتبر فائزة في هذا الصباح. تهانينا لهجن العاصفة، تهنئة لغياث الهلالي على هذا الفوز بالمركز الأول والثاني. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مالك الشعار هجن العاصفة وداعم هذا الشعار الكبير. تهنئة للمضمر غياث الهلالي. 7:34 أربع أجزاء من الثانية توقيت جماري، وهذا شايم أيضا بالشعار هجن العاصفة يصل ويحتل المركز الثاني. 7:35 ثانية وفاء وتماما وكمالا أيضا. تهنئة لل عاصفة وهجنها، تهنئة للمضمر غياث الهلالي على هذا الفوز بالمركز الأول والثاني في أول الأشواط الصباحية الخاصة بالقعدان. 7:35 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهنئة لهجن الشحانية على فوز مكفي بالمركز الثالث. تهنئة للمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. متابعينا الكرام، 20 شوط